زوج الغيلاني مبروك الفوز على شباب ديبان 2-0. شنو هي القراءة التقنية ديالكم حول هذه النتيجة؟ بارك الله في هذه المصادفة، وهذا اللقاء هذا كان مجرد لأن كنا وقعنا في بعض الهزائم هي اللي الدراري انهزموا نفسيا، وكان المشكل بأن المشكل الثانوي كان شوية ديال العاطفة بالنسبة للكاتب العام هو اللي كان عامل هذا المشكل هذا، هو شخصيا هو أنا تعاطفت مع بعض الدراري، ولكن في الآخر درسنا القضية وشفنا بأن العاطفة اللي كانوا نداولوها مع الدراري ماشي إيجابية بالنسبة لنا حنايا، وهذيك صراحة عطينا الثقة كاملة ديال المدرب باش يصلحنا الخطأ ديالنا، وصلحنا الخطأ ديالنا الحمد لله في هذه المباراة هذه، وكانت النتائج إيجابية بالنسبة لنا حنا في هذا الفوز هذا. نعرض الثقة للشباب وعندو الثقة للفريق وعندو الثقة للجميع المكتب بصفة عامة، وحنا إن شاء الله بحول الله كنتمناو بأن من هذه الساعة هذه إن شاء الله مستقبل نكونوا نعطيو الكلمة ديالنا في هذا الفريق هذا اللي باغيين نوصلوا به لواحد باش يشرف هذه المدينة ويشرف العالم طنجة، لأن طنجة ماشي هي اليوم عاد كانت، عالم طنجة راه فرقة قديمة وعندها التاريخ ديالها وعند الناس اللي كيشجعوها بزاف من طنجة ولا من تطوان، كاين بزاف الناس كيعلقوا علينا في هذا الأخص الهزائم اللي وقعنا فيها، ولكن الحمد لله كنشكركم كنشكر هذه الاستضافة هذه، بارك الله فيكم على هذه الاستضافة هذه، وكنشكركم على المتابعة ديال هذا الفريق هذا بالأخص مدينة طنجة العريقة، وهذا الفريق هذا العريق اللي عنده تاريخ قديم بزاف.